هذا البرنامج مش ساخر ابدا، الواقع هو اللي صار مسخره على الاخر وضحك على الدقون وخرب حتى الكوميديا زي ما خرب كل شيء. المهم قلت باشكي عليكم قليل وبالمره اقول للنشاويين وش ولا نخص. السلام عليكم. منو اللي دور بالحرب يا جماعه؟ بالله ذكرونا كيف وقع بنا. ياي يا صامتين يا طابور خامس اليوم يا رافضين قرعه باسندويتش وحكومه النفاق زمان. ذاكرين ايام شراك 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 كان بيننا وبين الخلاص كله خطوتين، استفتاء وانتخابات وصلى الله وبارك. واليوم بينكم وبين الراتب 7 أشهر وعاد المراحل ضواء. خلك زعلانين ليش بيغلقوا ميناء الحديدة؟ ما بش حد زعلان من الخبر هذا إلا أولياء الله المشرفين أبو قطقطة وقشواش. أما المواطن المسكين إيش معه من ميناء الحديدة؟ إيش معه؟ لا بيوردوا عائداته للبنك ولا بيصرفوا منها رواتب ولا معه فلوس يشتري بها اللي دخلوها للميناء ويقمركوها مرتين. عموما التحالف الشرعية ناويين يخلوا الميناء لاستيراد التفاح بس، اللي يشتي تفاح من القعانن ينزلوا الحديدة، تفاح طازج وأشكال وأنواع. وخلونا نشوف إيش قالوا. قالوا تمت إقالة الأستاذ خالد بحاح من منصب مستشار لرئيس الجمهورية. شوفوا أنا ماليش دخل، مش كل ما تقرح براس أحد تقولوا أنا. صحيح مرة تكلمت على وزير الخارجية الأول رياض ياسين طار بعده بشهر، مرة تكلمت عن وزير الإعلام السابق قباطي ونقوى كذا قليل وروح بعده، لكن هذا لا يعني أي شيء. لا تقلبون حسين قسمي ولا شيء. الله يسهل يا عم بحاح ولا تقلق، لو لك الرأس تعال نقسم الراتب نصين، أهم شي تبطل منشورات. قالوا كمان إن تربية وتعليم حكومة حزيز تقرر تقديم موعد امتحانات التعليم العام. مستعجلين يشتوا يشلوا العيال في القبهات وبالمرة يقرحوا مرتبات المدرسين. قالوا كمان إن موسم تزاوج أصحاب البيوت باليمن بدأ، كل من يشتي يخرج المستأجر اللي بلا راتب قال بزوج عيالي. ما دام معك بياس تزوج ابنك يعني اصبر على المستأجر اللي مش لاقي اكل لعياله. قليل عقل وتراحم ما يقعش يا اصحاب الحمارات. الحوثة قالوا احنا على البيت وبنخرج المستأجرين ونكعوا الدولة وانتم مثلهم. ايضا قالوا موظفي هيئة التأمينات والمعاشات يضربون عن العمل رفضا لاستيلاء الحوثيين على اموال الهيئة والتي تبلغ 1,200,000,000,000 ريال. ها شكل هيئة المعاشات دي هي الطابور الخامس اللي كان يقصد عبد الشخوة. 1,200,000,000,000 وتشدوه يفلته. أضربوا لما تدحلوا كانت قرعة ب500 قرش لفوا بعدها البلاد. أما دي 1,000,000,000,000 ومدري كم أنسوا قدها مع ربتي هذه ولا نقص. إيش في مالكم يا جماعة؟ كل ما عملوا الحوثة دون شي قلتم يا غارتا. فهم خربوا كل شيء كل شيء، بس للأمانة جابوا بدائل. ها دمروا الدولة وجابوا دولة، دمروا الجيش وجابوا لجان شعبية، دمروا المدن وعملوا جبهات، دمروا المدارس وعملوا مدارس، دي من حق عفاش بس مشوها، دمروا وخربوا ونسفوا. أيوة هذا ما يمنعش إنهم قوة جديدة لينج وكذا، يعني الصياح واللياح علشان عينوا هيئة إفتاء. قدرة الدولة وشعب نزل ملح. وبعدين ما له مجلس الإفتاء الحوثي، ها زي الفل قرع كل شيطان سواه. فنحن سنقدم
على خيارات استراتيجية وكبيرة جدا في خطوة استراتيجية إيمانية نورانية قرآنية غير مسبوقة ولا ملحوكة. أصدر الرئيس الصماد وبتوجيه من كائد الثورة المستضعفين وكاهر الجرعة والطابور الخامس والمنافقين قرارا قضى بتعيين هيئة إفتاء للتيار اليمنية حتى هو المراكبون ضربة موجعة للعطوان وبتيلا ناجعا لإنقاذ دين الشعب اليمني العظيم، حيث كان المجلس السابق يعمل بالكهرباء ولا كهرباء وبسبب العطوان ما بيشتيزل والكل. فجاء القرار الحكيم العظيم بالانتقال إلى البتائل وتعيين هيئة إفتاء تشتغل على الطاقة الشمسية. يرأس والمشرف شمس التين والبكي كناديل، يعني أنوار الإيمان تعمل 24 ساعة بلا انقطاع. ألواح إيراني أصلي، أهم شي يكون جنب الطيرمانة حتى لو هي مغيمة يشكي، لو مضر ضد الماء ما يدحلش. فتاوى تافي تتكارح نار لتلبية جميع الطلبات والعزائم والمناسبات. ها خليتوها محلقة يا جماعة، يكفي من بعد هذا القرار انهم بيبطلوا كل ما انزنقوا ينزلوا اشاعات وفاة القاضي العمراني حفظه الله. كانوا كلما من دعسوا بخبر يفضحهم يسربوا بالاشاعة. ما ادري هي كانت اشاعة ولا امنية. ساعة يقولوا توفى وساعة يروح الصماط وحزن زيد يتهددوا ويهنقموا فوقه. الان خلاص ارتاحوا على الله يسيبوه. المهم خلونا نتعرف على المفتشي الحوثي اللي ما لقيناش له ولا صورة باليمن، كل صوره ومقابلاته يا في إيران يا في بيروت. وقال لك مفتي الديار البعيدة. المهمة هات يا مولانا هات نشتي دين قدك اتنين، شمس الدين وشرف الدين. في خلال هذه الفترة استطاعوا أن يصوروا كل الإحداثيات، المعسكرات والمنازل من أول معسكرات. يا حاقدين أنت مفتشي يعني فقيه، يعني أحكام طهارة ونقاسة، يعني الحدث الأصغر والحدث الأكبر. مصر حاق عند الإحداثيات رحت بعيد. كلمنا عن مبطلات الوضوء كيه؟ أفضل مفعول كثير من الصواريخ بسحب شرائحها أو مادة سائلة القوة الوقود التي تغذي هذه الصواريخ أيضا، يعني أهرقها. ووه فندم، نقول لك مبطلات الوضوء قال وقود الصواريخ مودا مفتشي أركان حرب كلهم كذا يبدأوها قاوقات واختموها عقيد عميد. طيب نجيب له سؤال سهل يا جماعة، معلش عدو جديد ويتسلك معو لا تهستوش الوقود للطرف، مسايرة وبنسايرك ما عليك. طيب هب لنا مبطلات الصلاة كتب الله أجركم. ها هذه بسيطة، هذه حتى جدتي تعرفه. أيضا أبطل منظومة الدفاع اليوم من جهة استهداف القوى الشريفة والوطنية في الجيش، لا سيما في القوات الجوية. ما فيش فايدة، ما القاوق قاوق بس تحته بيادة. ياهوي ركز ما نشتي الناس يتعرفوا عليك نشتي فتاوي دين، كيف نفهمه ذا؟ انت ذا الحين شمس الدين ولا الديناميت؟ تخطف فوق منبر ولا مترس؟ دوشتونا العلامة البضضض، هات لنا قليل إيمان، قرعة كده صغيرة نشتي نقنع الناس في باك. أيضا إضعاف الاقتصاد اليمني من خلال ما يسمى بالجرعة التي أحدثت هذه الثورة الجديدة. الجرعة قلت لي والثورة الجديدة وضحك، ها لما ذكرت الثورة الجديدة ضحك، داري إنه القصة كلها كانت ضحك أصلا على الشعب. على ذكر الاقتصاد، شي عندك خبر أو حديث ولو ضعيف عن الراتب يا حاج؟ خد لك مهلة بعد الفاصل بنرجع لك. حيا بكم ومرحب، ولا زلنا مع مفتشي أركان حرب الديار وشركائه
اللي اختاروا الشهوة عشان يسرج حياتنا بالإيمان والتقوى. وللتذكير اللي ما لقيناش له صورة بواحدة حتى باليمن، كله صورة بإيران. ها ها وها وهذه كمان وهكذا، وما لها إيران دولة إسلامية برضو، وإحنا إهمنا قال الله وقال الرسول، وهذه وظيفة المفتشي يا ناس، بلاش ندخل السياسة في كل شيء. أقنعهم يا شمس، روح دوس. وترامب المرشح الأمريكي الآن الجديد يعترف ويقول إن الذي أنشأ داعش هي الحزب الديمقراطي الأمريكي. سواء سواء ونص، مو حد بيقول لك مش سواء، قلنا لك مبطلات الوضوء قلت لنا مبطلات الصواريخ، منتظرين قال الله وقال الرسول قلت لنا قال ترامب، افتاء افتاء ما فيهاش كلام. تهانينا أيها الشعب العظيم على مفتي معكم جهبذ جهبذ. دين دينك يا محمد. هذا كما قال السيد حسين زمن كشف الحقائق، السيد حسين بدر الدين قال هذا زمن كشف الحقائق. أو القرآن الناطق، هذه أدلة. قال لك ترامب، قال حسين، قال لك آيات وأحاديث وكلام من حقضونها المطاوعة القديمين. سواء، المهم خلونا نشوف عند المفتي النحرير، مفتي أركان حرب الديار، كيف ينظر لبقية العالم وروابط الأخوة الإسلامية. معليش أتحملونا يا جماعة قليل. السعودية هي أنبتها نفس الذي أنبت إسرائيل في في نفس الزمن في نفس المنطقة. يا سلام، خشي لي على القضية الفلسطينية، قضية المسلمين المركزية. نشوف، ما تشتروش حاجة يا جماعة إلا بعد ما نقرب كل شيء. هات يا شموس. بقى بيت المقدس بيد الإسرائيليين مرهون أيضا ببقاء بيت الله الحرام المسجد النبوي بيد آل سعود، فبقاء أحدهما مرهون ببقاء الآخر. عشان كذا لما أطلقوا صاروخ على مكة وبيت الله الحرام هم كان قصدهم يحرروها، بس أنتم سيئين ظن أصلاً. لو تتحرر مكة بخمسين ستين صاروخ طوالي بتسقط إسرائيل. عيني عليك باردة، عالم عالم قال لك مدري يا من، عالم ومطلع وفاهم من الصاروخ إلى القرآن الناطق. طيب هذا رأيك بالجار والأخ المسلم القريب والعربي، وتعتبر شهادة والشهادة أمانة قدك عارف. سمعنا شهادتك في إيران باعتبارك تقضي طول السنة هناك وتعرفهم تمام. سواء، إيران إيران إيران، طبعاً العالم يعرف كل المعرفة أن إيران لا تتدخل في الشأن اليمني وليس لها ضلع فيما يحدث في اليمن. طبعاً باردو سواء ونص، ذمة ذمة وسيء جداً. ولا ليش جابوا مفتي الديار كلهم؟ شهادة منه لله ولخلقه أنه إيران ما ليش دخل خالص باليمن. ما لكم من جوية الإيرانيين الكذابين دولك؟ وين قلت يا كارتون خب؟ هم ذولا شيعة الشوارع اللي ربيتهم ولا كنت تقصد ثانيين؟ كارتون خواب، شيعيان كارتون خواب در تنگه باب المندب، پیروزی بزرگیه، همه میفهمن، هر کسی که یه خود نظامی باشه نقشه رو میذاره جلوش، شما بهش بگید آقا اینجا پارسال افتاد دست به ما. لا 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 غلطان يا بزمك، انتم مالكمش دخل. بس انت مش فاهم، اسكت لك بس. قد قال العالم النحرير شمس الدين شرف الطين وشهد لله انه ايران ما لهاش دخل، وانت جاي تقول لهم كارتون خاب. خيرة الله. المهم هذه بضاعة الشخوة، كلكم يا شعب اليمن مشرفي الدنيا، وقد شفتوهم قشدوا الاخضر واليابس، وهذا جابوا مشرف دين وبقية الباقة القنديلية في هيئة الافتاء، كلهم من سلالة واحدة، حولوا الإسلام والفتوى إلى شؤون عائلية. إحنا بس علينا نتفرج وندفع. إيش فهمكم يا يمنيين بالدين والعلم والشرعية؟ لا تصدقوش الطواحش، هل الإيمان يماني والحكمة يمانية والفقه يماني، مو قالوا لكم الإفتاء يماني؟ الإفتاء هذا يعني علم، والعلم مش اللي تدرسوه أبداً أبداً، هذا يجي منه فيه. بشرح لكم القصة من البداية، قبوا قلم متفاتر ووقفوا كذا واسمعوا للقصة. شوفوا،
هذا حيوان منوي عادي، أهبل قبيلي زنبيل بالكثير يزيل الجبهة إذا وفقه الله. لكن هذا صلوات صلوات، حيوان نبوي طاهر بقاوق من عند الله، يجي العلم انكلودد ضمن الباقة، فلازم يكون هو اللي يكوش على الأمور مو لعبة. تعالوا كده نعمل كده لفة على بقية الحيوان، أقصد العائلة الإفتائية. سهل بن عقيم هذا هو خطيب شارع المطار، خطيب ملاحقة الجرعة، وأخذ الأمور وراثة، والده نفسه أفتى بجواز قتل كل شوافع تهام أيام ثورة الزرانيق، خبرة قديم. تعالوا شوف فين تربى وتعلم. قلت له أنا تربيت في مدرسة خاصة أمريكية ودرست في الجامعة الأمريكية، ولو إني ما كملت إدارة وتجارة في بيروت في الجامعة الأمريكية نفسها. أنعم وأكرم يا مولانا، مدرسة كاثوليكية وجامعة أمريكية، وتخرج من الكلية الحربية في بغداد في عام 68، وكان ماركسي سابقا طيطة، يعني ما يصافطوش، وذمة وفيع من غير طرف. يمن والله لو ما بقي فيها واحد، والله لن ننساه، والله لن ننساه، والله لن ننساه، والله 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 لو لم يبقى يمني واحد. الأمة العربية والإسلامية والله لن تقوم لهم قائمة، والسلام عليكم. شفتوا على ذمة؟ الحوثاء يكذبون كما يتنفسون، والفقيه حقهم ذا يحلف أكثر مما يتنفس، بيحاولوا أنهم يعالجوا له البواسير وأنه فوقه زي الفل، بس ما حد يقرب منه في رمضان، ما حد يقرب منه، لأن أنا قد أحذركم يزهبط لما يقول ابن المنصور. صورته كانت بقسم شرطة الحسبة كمطلوب ومقرح أقفال بيوت ودكاكين، يعني شقاوة شباب عايش فعلى جدة سواء. أهم شيء شريحات العلم انكلودد، وهكذا هيئة إفتاء كلها قطع خيار ما شاء الله، من نفس شركة الملالي الموردة للعراق ولبنان وإيران واليمن، حاجة دولي. هنيئا للشعب اليمني، الصانو جنب الصانو، والقبيلي عرض الجامبا، الدنيا قشوها لهم، والدين لهم، والراتب كله لهم، ومن عارضهم قالوا مرتضى كافر داعشي، والحبيب الحبيب طابور خامس، ولا مالك إلا بعدك بعدك يا سيدي، وتحلم بالراتب وش ولا نخص. Blah, 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 blah.